الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكأس، أينما كنتم مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي، المغرب التي فتحت آمال وأبواب الأدوار المتقدمة ورسمت الكثير والكثير من الأحلام للعرب من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة في هذه البطولة، ومن أجل العبور بنا من واقع الأحلام إلى أرض الواقع ولتحقيق هذا الحلم. أسود الأطلس في مباراة اليوم يبحثون بكل تأكيد عن مواصلة المشوار ويرفعون راية العرب والمغرب من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك شفت الإسباع خايف كي تخلع؟ هيا بنا، هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أرى كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تغنوا في ليالي الأنس عمرك سيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا. فاسألوه أشرف حكيمي في الجهات اليمنى وبركنية أولى على يسار حارس المرمى بونو. أكل جيد بالنسبة للمنتخب المغربي من خلال مباراة البرتغال داخل منطقة الجزو. ياسين في التوقيت المناسب، كريستيانو رونالدو، كرة من جواو فيليكس، لكن أيضا براف نجح في اجتياز المنتخب الإسباني. محاولة انطلاقة من الجهات اليسرى، محاولة ملعوبة مع كريستيانو رونالدو، سجل أبرز مثل المغاربة مع منتخب البرتغال. كرة بمحاولة راسية. يا نصيري هذه الكرة اليسرى، كرة عن طريق جريرو، عرضية من رفع، يلا يا حكيم، عرضية يا حكيم، يلعبها في أنبوفو الأمامية داخل منطقة الجزاء. طالت نعم، ووصل العرضية، يبحث عن العرضية، يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء لمباراة اليوم. كرة تصل إلى جواو فيليكس والتصدي موجود والمحاولة لا زالت مستمرة، والإبعاد في التوقيت المناسب. لذلك أمام المنتخب البلجيكي سياشة القدم الإسبانية جواد اليامق، محاولة تعود إلى من دالوت، محاولة الوصول إلى غونزالو، لكن بعد ذلك الكرة سهلة عند حارسي المرمى، هذا غونزالو راموس، والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، تغيير لاتجاه لي سياش، مر تقدم سياش، سدده بالقدم اليسرى من حكيم لمنتخب البرتغال. أمامية طالت نعم أمام أستراليا، كرة بمحاولة أمامية حكيمي، عادت إلى حكيم، بعد ذلك سفيان بوفول، طالت على سفيان، تحولت إلى من جريرو الآن، لكن أيضا هنالك تغطية دفاعية مقابل بحول الله المنتخب الفرنسي جاء. كلما زاد القلق والحذر والخوف، ياسين التحام ما بين برونتا، فهو يستمر بنفس الأسلوب، الله، وبنفس الطريقة وبالثقة الموجودة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية من يوسف الزيري، الكرة الراسية المرمى المغربية الآن، مرور رائع جدا من زياش، طالب الراسية وإبعاد، لا زالت مستمرة، تسديدة خطيرة جدا كرة جواو فيليكس، لكن اصطدمت. يلعبها في الجهات اليسرى إلى رافائيل جريرو، لك وسالم الدوسري أيضا من الأخضر، والكرة في الجهات اليسرى، عرضية ملعوبة، راسية، لا 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 لا، أمل لاح بالقدم اليسرى على لاعبي الجمهور الأكثر تأثيرا، والعالم الشارك في منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي في الجهات اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم،
العارضة العالية محاولة برتغالية دقيقة ثانية والتركيز مطلوب لا زالت في أرضية الميدان يا الله يا الله يا الله الوقت بدأ للضائع وانتهى الشوط كضغط برتغالي من خلال احداث هذا الشوط في أرضية الملعب يبحث عن المساندة حكيمي بالقرب من منطقة التزام الهوبة داخل المنطقة رونالدو اليامق على مستوى التغطية عرضية تأتي لكن في أحضاني ياسين بولو كرة تصل سهلة مع المنتخب الهولندي في شباك منتخب السنغال كرة نبدأ المحاولة الآن لمصلحة المنتخب المغربي دال بعد نهاية مباراة اليوم نتمنى كرة محاولة ملعوبة لكن أيضا ياسين بولو ويمرر الكرة على مشارك منطقة الجزاء للأول للمغرب اضطراريا كرة محاولة ملعوبة رأسية خطيرة مرت 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 عن منطقة المحاولة ملعوبة إلى كريستيانو وبيدت من أمام لا يمر الوقت لا يمر الأمور في الركلة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء خليها لكن أيضا تغطية دفاعية ومن ثم بعد ذلك حضور رائع جدا والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب وستذهب بقية المنتخبات وأيضا تغطية دفاعية وإبعاد لا زالت مستمرة وإقرارية تعود المحاولة من جديد تسديد كرة بريلو عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا لا يتأخر من أجل التعديل كرة داخل منطقة الجزاء إلى أوناحي محاولة خطيرة خطيرة برتغالي يواصل اللعب يوغو دالو خطيرة تسديدة في أوهو